أنا تعبان. أنا تعبان وعاوزك تعالي قابليني في البيت. بيتنا. نار نار. هو احنا هنفضل نمثل على بعض لحد امتى يا هاني؟ انت ليه بتعزيني في امي كانها ماتت موتة ربنا كده عادي؟ يعني يا دنيا، هو انت مش عارف ان احنا قتلناها؟ ولا تكونش انت بتحاول تهرب من الذنب؟ ما انت اللي خلتني عملت كده. لا ده ليه التخاريف دي؟ ايه؟ وقت قلت لك مد ايدك وقلت لامك؟ انت هتهب عليا انا ولا ايه يا دليل؟ كنتش عايزة حاجة من الدنيا دي غير ان عايش انا وانت بس متهنيين ومبسوطين ومستورين. لا كنت عايزة ملايين ولا عايزة معارض. امي ما كانتش عايزة حاجة غير ان ابقى مبسوطة. عارف يا هاني، امي قبل ما تموت ادتني كل الفلوس اللي معاها، ادتهم لي عشان اشتري الشقة دي انا وانت. أمي ما كانتش عايزة حاجة غير إن أبقى مبسوطة. سابوي طبعاً عليك. شكلك بتأذي. الصدمة اللي أنت فيها بس حالتك بتقول أي تهيؤات. أقول لك ده في إيه بس؟ لا يا هاني، دي مش تهيؤات. مش تهيؤات. أنت السبب. أنت اللي فضلت ترمي عليا همومك لحد ما اكتفي، ما بقتش قادرة تشيل. همومك كتفت لساني وكتفت ايديا، خلتني مش قادرة اقف قدام اخواتي اقول لهم ما تعملوش اللي انتوا عملتوه. قتلت امي عيني زي ما قتلتك دلوقتي. الاكل كان في سمي يا عيني، انا اللي حطيته لك بايديا. قتلتك زي ما انت خلتني قتلت صفية. عارف يا عيني، انا فكرت اكل معاك من نفس الطبق بس حسيت انها هتبقى موتة هبلة، وانا استاهل موتة اوسخ من دي بكتير. عشان كده مرضتش اكل معاك. بعد انت ما هتموت انا هروح ابلغ عن نفسي. هروح ابلغ عن نفسي عشان انا عايزة اتعدم. أنا عايزة أفضل قاعدة في السجن كل يوم بالجلابية الحمرا مستنية حكم الإعدام، عشان عارفة اللي بيبقوا مستنيين الإعدام دول بيموتوا في اليوم 1000 مرة، ودي أقل حاجة أنا أستاهلها. أنا حبيتك أوي يا عيني والله، بس أنت السبب. أنت السبب أنا مبقتش عارفة أعمل غير كده. كان لازم أكفر عن اللي عملته. سامحني يا هاني، سامحني يا ماما، يا ماما، أنا قتلت هاني يا ماما، قتلته زي ما خلاني قتلتك. قولي ربنا يسامحني يا ماما، قولي ربنا يسامحني، قولي ربنا يسامحني يا ماما. يا ناس يا ناس.
طلبت الأكل؟ طلبته. وبعدين بقى؟ بعدين هتفضل ساكت كده؟ ده انت بقالك كتير قوي ما اتكلمتش، ما قلتش ولا كلمة. اتكلم اتكلم. انت جايبني هنا عشان كده بس؟ مكنتش عايزه تيجي ولا ايه؟ اصل مش بعاده يعني. انت لما بتحب تفضفض تروح لمراتك التانيه. مراتي التانيه مش شريكتي في اللي انا عملته. بنتي شريكتي، احنا قتلناها سوا، صلينا عليها سوا، دفناها سوا. سيبنا رضية سوا. طب وحياة بناتي؟ هي نفسها كانت تتمناها. طب دي لو كانت تقدر كانت جابت سكينة غرزتها في قلبها عشان تستريحوا. بس هي ما تعملش كده. هي ست مؤمنة. وما احنا نعمل ايه بقى؟ نصلي لها، ندعي لها، ولما تجيلنا الفلوس نطلع على روحها شهرين ما تتقطعش طول العمر ابدا. والله امك دي حته من قلبي، انا بحبها قوي. شايف انت زعلان عليها قد ايه؟ بس بقى لو ما جاتش الفلوس كنت برضه هتبقى زعلان. الدنيا ياما بتنا اسمع كلام، الاستغفار بيمحي الذنوب، كل الذنوب إلا الشرك بالله. أعوذ بالله، أعوذ بالله. بطلت بسيطة، لازم نحتفل بقى. صح، نحتفل نحتفل. طب طلعت بسيطة كده، ايه ده؟ ده بستخدمه في حصص الفيزياء. هتخنق ريحة غاز. بتعيطي ليه يا ماما؟ بتعيطي ليه؟ ماما فين؟ الله يرحمك، لأنك جاية تزورينا. بس
بس يا ترى بتعيطي حزن ولا بتعيطي فرج؟ الساعة كام؟ الساعة كام يا حنان؟ حنان يا حنان، حنان مالك بنتي؟ حنان مالك؟ افتحي يا حنان عشان تطفي. افتحي يا بنتي، افتحي افتحي افتحي. استحمل يا حبيبتي، ما قدرتش تستحمل. أنا عايش ليه؟ عايش معني وهطبخ لمين؟ هأكل وأخاف على مين؟ إيه اللي حصل لنا؟ ممكن تكون عين، اصلها لو عين كانت صابت واحد. لكن تهد عيلة. حنان، 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 لا دي ماتت يا عمر. ما تروحش، ما تروحش، حنان، حنان، ردي عليا، شو بخوك يا زفان، شاف، ما تروحش تبصلي، اتصرف، اتصرف.
يوسف يوسف اسمعني طيب يوسف يوسف يا عمر يوسف مش ايش يعني ايه خلصت من ذنبها بذنب تاني أكبر. عارفة؟ إحنا كلنا متنا من جوانا. من ساعة ما قتلنا أمنا. ما تخافش يا حبيبي، هي كانت زعلانة منكم بس كانت بتدعي لكم والله. عمرها ما غدت على حد فيكم، كانت بتحبكم قوي. اسمعي كلامي يا منيرة. إحنا قتلنا أمنا. مين يا عمر؟ انت وداليا وحنان وكمال ويوسف؟ لا 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 يوسف؟ لا 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 يوسف ملوش دعوة، يوسف بره الاتفاق خالص. عملت لكم ايه؟ غلطت في ايه؟ انها رفضت تشهد زور، رفضت تدخل علينا فلوس حرام تهد حياتنا، وتقابلوا كل ده بالقتل وطوفان الكره، كل ده بسبب الفلوس بنت الكلب، الفلوس بنت الكلب اللي دخلت علينا ودمرت حياتنا كلها. لا ده الطمع، لا ده الطمع، انتوا اللي طمعين، انتوا اللي طمعين وما عندكوش قلب. ده لو كان حجر، لو كان حجر كان بكى دم، كان بكى دم. حرام عليكم، ليه عملتوا كده؟ كل ده بسبب الشيطان، الشيطان اللي قعد يوسوس في دماغنا. حتى لو كان في شيطان، يوسوس، حتى لو كان في شيطان، لعب على كل نقط الضعف اللي عندنا. لا كنتوا ممكن تقولوا له لا، عندكوا عقل تفكروا وتقولوا للشيطان لا، لكن انتوا اللي طماعين. شيطان شيطان، الشيطان ده الشماعة اللي كل ما نغلط نقول الشيطان الشيطان. عارفة مين هو الشيطان ده؟ ها؟ الشيطان ده هو خالد مخلوف جوزك النجس اللي قاعد يوسوس في دماغنا ويلعب على نقط ضعفنا ويضغط ويدك، يضغط ويدك عشان نسمع له وننفس. الشيطان ده يبقى جوزي، جوزك الشيطان. لا لا، جوزك اللي عمل كده هو اللي لعب بدماغنا كلنا، هو اللي جاب لنا الفلوس اصلا، هو اللي لعب في دماغنا. انتوا عشان ما بتحبوهوش، لكن خالد بيحبني. انا حامل من خالد، حامل بعد 20 سنة جواز و15 سنة فراق. ما صدقت اني اترميت في حضنه، ما صدقت اني حسيت اني واحدة ست، ما صدقت انه حضني، ما صدقت ان بقالي بيت زيكو. انت بتضحك عليا صح يا عمر؟ انت كذاب، انت اتجننت زي مراتك، انت مجنون صح؟ انت مجنون يا عمر. حاولي تسامحيني، أنا مش هسكت تاني يا منيرة، مش هسكت تاني يا منيرة عمر، مش هسكت تاني يا منيرة عمر، مش هسكت تاني يا منيرة. أنتوا كلكم سبتوني وسبتوني لوحدي. عمر، يوسف، حنان، ماما، كمال. الو، لا 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 كله تمام، سامع كويس. وانا ان شاء الله بكره الفجر طالع على بنما، يعني اقعد لي اسبوع كده بالكتير. معاك يا باشا طبعا، بس هو سؤال بس لمؤاخذه، يعني هو المبلغ كله كام؟
180 مليون دولار؟ بسم الله ما شاء الله. طب سؤال تاني، أنا مؤاخذة الفلوس دي شمال؟ غسيل؟ يا أهلا بيك يا باشا، ده أنت جيت في الصح يا باشا. لا لا لا، تحت أمرك باشا، احنا نغسلهم لك ونكوهم لك ونرجعهم لك يا مؤاخذة، أنضف من الأول بكتير. تمام. بص يا باشا، أنا من الآخر عايز أنقل نشاطي كله بره مصر. ماشي يا باشا، سلامة، ألف سلامة. ازيك يا ابو ناسا؟ ما تيجي تقعد. انت في حد مزعلك؟ يا راجل انت بتاكل؟ لا لا، انت بتاكل. هو انت متصور ان بعد كل اللي انت عملته ده الحياه هتمشي عادي كده وزي ما انا عايز؟ لا، المره دي بالذات يا خالد يا مخلوف مش هتمشي زي ما انت عايز. لا، مش بعد اللي انت عملته ابدا. وانا عملت ايه يا حبيبي؟ ده انا جبت لكم فلوس ما تحلموش بيها، لا انت ولا اخواتك، فلوس تصرفوا فيها انتوا وعيالكوا وعيال عيالكوا ومش هتلحقوا تخلصوها. يعني الخير اللي انتوا فيه كلكوا ده انا اللي جبته لكم. جبت لنا الخراب، جبت لنا الضياع، جبت لنا انت السبب، انت اللي عملت فينا كده، انت اللي وصلتنا كلنا لحد هنا. انت وانت اي حد يقول لك اي حاجه تسمع كلامه؟ لا لا، انا ما سمعتش. لا انا ما سمعتش. انا مشيت ونزلت صح؟ مشيت بس موافق، وكان باين عليك ده انتوا كأنكم ما صدقتوا. أي حد يقول لكم كده موتوا أمكم، تروحوا تموتوا عشان شوية فلوس؟ ده انتوا عيال ولاد حرام. ليه؟ ده ستك الطيبة وغلبانة تتحط على الجرح. الله يرحمك ويحسن إليك يا حاجة صفية، الله يرحمك. ما تجيبش سيرة أمي على لسانك النجس. يا أنجس خلق الله يا شيطان إبليس، أنت السبب. أنا رايح جهنم على فكرة. أنا رايح دلوقتي. بس قبل ما أروح هبعتك قبل يا ابن 60 كان. الأغنية دي أنا بهديها لحد غالي عندي أوي.
طب هديها لأمي، أمي اللي حنانها مغطيني في حضنها وأنسى الألم وبحس بالدفء. بحب أمي وبغني لها. قلتم بينا يا رب. يلا يا ماما يلا. انتوا عايزيني قرشي ربنا؟ بقينا اغنيا يا ماس، بقينا اغنيا يا ماس. يا بختك الجنه كلها تدعي. ايوه كده يا صفصف، بقى ادعي لي يا صفصف. يا ماما وحشتيني قوي، عامله ايه؟ انا بدعي لك يا بنتي برضو يا ماما. يوسف الفلوس يا بنتي زي ما هي نعمة من عند ربنا، هي كمان ابتلاء. دعوتي في الفجر يا أمّا تسلمي لي في كل ضمة، يسلم القلب اللي سمى. الله عليك ما شاء الله. كأن فراقك كان امبارح، نفس الوجع في قلبي بعد غيابك، نفس لهفتي وأنا بفتح الباب ومشتاق لحضنك. البيت خلاص مبقاش فيه أي روح من بعدك، كل ركن في البيت في نفسك، كل الحاجات كأنها بتدور عليكي، وأنا كمان بدور معاهم، حاسس بروحك حواليا وشامم ريحتك في البيت. توحشتيني قوي. ما فضلش من ولادك يا صفية غير الصغير والكبير. منيرة بخير الحمد لله، لقيت وناسها في ابنها، وأنا بحاول أبدأ من جديد، يمكن ألاقي وناسي في حلم أجري وراه. هرجع لك من وقت للتاني، بس أنت ما تقطعيش بيا. اتحمل لازم تقدر تكمل، عمال تشيل كفاية سنين كتير محمل. إياك تقف مكانك، كل ده مخلوق عشانك. اتأمل وتحمل، بيجي يوم جديد بفرصة أجدد من اللي فات، واللي احنا فيه النهاردة بيبقى حبة ذكريات. ونحل اللي اتأذينا منه ونحاول نجمل. الحلم تقدر تمسكه بس وعقدك تسيه، وفي عز ضعفك ينصرك سبحان الله نصيب. والحكمة ايه من كل ده؟ الله أعلم ده غيب. إياك تقف مكانك، كل ده مخلوق عشانك. اتأمل وتحمل.